بسم الله الرحمن الرحيم. جون 2014 بيبر 3 فاريانت 2، ومعاكم السؤال الثامن. بيقول لي فجر مديني السيركت اللي قدامي 1.5 فولت 1.5 فولت 1.5 فولت، ودول ان بارل هم مع بعض، يعني الاثنين دول مع بعض ان سيريس، وبعدين الكومباينيشن بتاعتهم ان بارل مع دي. فبيقول لي كالكليت ذا كومباين اي ام اف اوف ذا سيلز. حضرتك 1.5 1.5 1.5، يبقى الثلاثه مع بعض يبقى 4.5 فولتس. تمام، ركز معايا، لازم نستنتج بعض الاستنتاجات. ده معناه ان خد بالك دول امبارل، يبقى دول مع بعض كده واكلين مع بعض 4.5 فولت. مش احنا قايلين في البارلل الفولتج هو هو، والفرع ده كده على بعضه برضه هو كمان 4.5 ايه فولت. تمام، طيب تعال نشوف. بيقول لي كالكليت ذا كومبايند ريزيستنس اوف ذا 3 ريزيستورز شون ان فيجر 8.1. تعال نشوف مع بعض. احنا قلنا اولاد ان الاثنين دول مع بعض كومباينيشن ان سيريس، الكومباينيشن ده يعتبر مع السنجل دي ان ايه ان بارل. فتعالوا نحسب الكومباينيشن ده ان سيريز. هقوله بكل بساطه ان R.0 بلس 1.0 تمام ايكوالز 5.0 اوم. تمام، يبقى الكومباينيشن ده على بعضه كسيريز 5 اوم. الكومباينيشن ده بقى مع ال 1.0 اوم ان بارلل، يبقى هنقول له الار توتال ايكوالز 5.0 تايمز 1.0 على 5.0 بلس 1.0. ليه ليه؟ ما تنساش ان في البارلل، مش دي في الار بارلل، هي R1 تايمز R2 على R1 بلس R2، ده اللي احنا طبقناه. طب حضرتك لو حسبت الكلام ده يبقى هتطلع 5.0 على 6.0. الكلام ده يا اولاد يطلع ب 0.8333، بس احنا مش هنعمل ده كله، يبقى 0.83 اوم. دي كانت اجابة السؤال 8 A و B.